السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ محاضرتنا اليوم إن شاء الله في مادة الاقتصاد الهندسي. اليوم إحنا إن شاء الله راح نبدأ بشابتر 7. بعض الطلاب بآخر محاضرة طلبوا محاضرة مراجعة بأربعة وخمسة وستة، وجاوبتهم ما في مشكلة، لكن مطلوب تجهزوا أسئلة. فقبل ما نبدأ محاضرتنا لليوم، اللي عنده أي سؤال بيقدر يتفضل فيه علشان نتناقش فيه سوا إن شاء الله. مبدئياً بدنا نركز أسئلتنا، اللي عنده أسئلة بشابتر 5، لأنه فعلياً الكويز اللي راح يكون بعد بكرة الأربعاء هو راح يغطي فقط شابتر 5. لذلك مبدئياً بدنا اللي عنده أسئلة بشابتر 5. شابتر 5 إحنا غطينا البريزنت وورث أناليسيز، غطينا السي سي اناليسيز الكابيتالايزد كوست، غطينا الفيوتشر اماونت الفيوتشر وورث اناليسيز، وغطينا لما بكون عندي ايكوال سيرفيس لايف ونوت ايكوال سيرفيس لايف، وتعلمنا الطرق اللي بتخص كيف نعملهم ايكوال سيرفيس ريكويرمنت، كيف بحققها باستخدام ال سي ام او باستخدام الستادي بيريود. هاي المواضيع اللي احنا فعليا غطيناها بشابتر 5، وهي هاي المواضيع اللي راح يجي عليها اسئله في الكويز ان شاء الله يوم الاربعاء. برضو من الاشياء اللي غطيناها ببدايه شابتر 5، شو يعني independent project، شو يعني mutually exclusive project، كيف اعرف الالترناتيفز، number of alternatives، كيف احسبهم. برضو التفاصيل هاي كانت بأول سكشن ببداية شابتر 5، برضو يعني ممكن يجي عليها بعض الأسئلة. هي هاي المواضيع هم 5 سكشنز كانوا بشابتر 5 غطيناهم، راح نسأل عنهم بالكويز إن شاء الله القادم. بالنسبة للكويز هو بيشبه كثير تيست 2، نفس نظام تيست 2 اللي عملناه على الجروب الفيسبوك وتدربنا عليه جميعا. عدد الأسئلة لسه ما حددته، ممكن يكون 5، ممكن 7، ممكن 8، مش عارف، راح أشوف. راح يكون الكويز من 10 علامات، وبرضو أنا مفكر أضيف نقطة إنه أثناء الفترة اللي راح أفتح فيها الكويز اللي هي من الثنتين للثنتين ونص، زي ما اتفقنا آخر إشي كونه في طلاب يعني حبوا ما يكون موعد الكويز الصبح زي هيك 9:30، راح يكون من الثنتين للثنتين ونص، راح أفتح انك تقدر تبعث على هذا الكويز على الساعه 2 وعلى 2:30، راح يسكر الاستقبال، راح يبطل يستقبل. فهي جزئيه مهمه، حاولت اعالج فكره انه على 2:30 لما يسكر، اذا حدا كاتب نص الامتحان فايك بالامتحان، كاتب اي شيء بالامتحان يقدر يسلم، او يعني ياخذ الفورم الجوجل فورم، ما زبط معي. هو بس اللي مش مسلم على 2:30 بيقدرش يسلم. لذلك انا مفكر كيف اعمل ميتينج سيشن زي اللي حاليا شغالين عليها، بحيث تكون يعني اللي عنده سؤال استفسار، سؤال مش واضح، صار عنده خطا، صار عنده مشكله، مش عارف يكتب الايميل كذا، اي شيء، احنا هاي السيشن بتكون فاتحه اثناء وانت بتقدم الكويز طول النص ساعه، راح اكون معاكم. اللي بيكون عنده اي مشكله اي شيء راح نغطيها ان شاء الله واجاوبه عليها، اساعده فيها. وعلى 2:30 راح احكي للجميع الان وين انت واصل بالاسئله، الباقيات حاول اختار اي جواب تتوقعه على السريع انه صح، بعطي تقريبا مهله دقيقه، وبعد هيك بسكر الاستلام. مجرد ما سكرت الاستلام، حتى لو انت حال الامتحان كامل ومش عامل سبمت، ما راح استقبله عندي، الجوجل فورم ما راح يستقبله. راح اعطيكم الملاحظه هاي انه الكل الان يضمن انه عمل سبمت علشان أسكر التسليم، تمام؟ هاي التفاصيل مهمة جدا للكويز اللي يوم 8/4 بعد بكرة إن شاء الله. اللي عنده أي سؤال أو استفسار عن الكويز آليته أو عن البريزنت وورث شابتر، البريزنت وورث أناليسيز اللي هو شابتر 5 اللي الكويز بده يغطيه، بيقدر الآن يسأل قبل ما نبدأ بالمحاضرة. إذا ما حدا عنده أي سؤال نقدر نبلش إن شاء الله شرح بشابتر 7. هذا بيعتمد على أثناء الميتينج، إحنا راح يكون في ميتينج بيننا،
وبنتواصل عن طريقها. فيعني اي حدا بصير عنده مشكله او كذا راح يحكي لنا عن طريق الميتنج. نعم نعم بنص ساعه بتقدر تحله. انا بالوضع الطبيعي كنت احط من 12 ل 14 سؤال كامتحان فيرست او امتحان سكند، واعطي الطلاب ساعه ويحلوه بنفس مستوى هذيك الاسئله تقريبا، راح يكون امتحاننا. بس راح ناخذ ايش نص عدد الاسئله، يعني من 5 الى 7 اسئله راح يكون، فلوجيكلي المفروض انه بينحل خلال النص ساعه. انت بده يكون عندك ورق ابيض مجهزه، كاتب عليه القوانين اللي بتلزمك، اي تفاصيل بتلزمك. يفضل تمتحن عن طريق لابتوب، بحيث لو بدك تفتح النوتس، تفتح الكتاب، تفتح التيبلز، تفتح اي شيء يكون كل شيء متاح وسهل. وانا راح اكون معكم على الزوم ميتنج برضه، واي شيء بتحتاجوه من مثلا الجداول او القوانين ممكن اعمل ايش، ممكن اعمل شيرد سكرين واعطيكم اياه على السكرين اللي زي السكرين اللي انتم شايفينها الان. يعني بتشوفوا الجداول، بتشوفوا اي شيء، ممكن يعني اختار شغلتين او ثلاث اضل اعرضهم بشكل دوري، القوانين والجداول والتفاصيل الثانويه اللي بتلزمك عشان الامتحان. بس بنص ساعه اكيد بنحل يعني ان شاء الله. طيب حدا قرأ شابتر 5؟ واجه اسئله، واجه صعوبات؟ ما حدا بعث لحد الان اي سؤال او استفسار، لذلك بدنا نبدا محاضرتنا بشابتر 7 لليوم ان شاء الله. هلا غطينا بالمحاضرات الاخيره الماضيه الاربعاء في محاضره، صراحه ما فكرت بهذا السؤال فما قررتش اني اعمل محاضره او لا، ولكن مبدئيا مبدئيا ممكن يكون فيه نصف محاضره. كيف يعني؟ يعني احنا بنعمل محاضرتنا 2 سيشنز، كل واحده 40 دقيقه او من 30 الى 40 دقيقه. ممكن اخلي سيشن اشرح فيها الصبح نص محاضره، والسيشن الثانيه ما اخليها مباشره بعدها، اجلها للساعه 2 واخصصها بس للكويز. فهم 2 سيشنز، سيشن راح ناخذها على موعدها الصبح 9:30 لمدة نص ساعة تقريبا إلى 40 دقيقة، والسيشن الثانية بدل ما تكون مباشرة بعدها زي ما احنا بنعمل بالوضع الطبيعي، بنخليها تكون على الثنتين لمدة نص ساعة أو 40 دقيقة ريليتد لمين؟ للكويز. يعني بنخصصها للكويز، أثناء الكويز بكون معاك لو حدا عنده أي شيء أو أي مشكلة. فمبدئيا نعتمد هذا الأساس، إنه راح يكون في يعني البارت الأول من المحاضرة راح نعطي فيه محاضرة، والبارت الثاني راح نخليه على الساعة 2 ونخصصه للكويز إن شاء الله. طيب نبدأ في محاضرتنا. Chapter 7 Rate of Return Analysis 1 Projects. نعم أكيد بتحتاج آلة حاسبة، اللي بيسأل عن الآلة الحاسبة أكيد بتحتاج آلة حاسبة، إلا إذا، وهذا خيار قاعد بفكر فيه صراحة، قررت اني اعمله زي نظام امتحان السكند. وهذا اذا بتصوتوا عليه انتم او بتميلوا له اكثر راح اعمله ان شاء الله. طبعا امتحان السكند موجود نسخه منه على جروب الفيسبوك، بتقدروا تنزلوه. الاجابات الصحيحه لكل الفورم كانت الخيار دي هو الجواب الصحيح، تقدروا تشوفوه وتشوفوا كيف نظامه. وبنحكي اليوم مثلا ان شاء الله بلكي على الجروب علشان نحدد هاي الجزئيه. لكن فعليا إذا كان زي نظام امتحان السكند مش راح تحتاج كالكوليتر، ومش راح تحتاج للإكويجنز، ومش راح تحتاج للجداول للتيبلز. أنت فعليا تحتاج ورقة وقلم، لو احتجت ترسم الكاش فلو أو هيك تخطط، يعني تحاول تحل وتوجد الريليشن أو الإكويجن الخاصة بهذا السؤال. لا طبعا، لا مش اذا حليت واحدة صح يعني الكل زيها. لا صراحة هاي حاولت اشتغل عليها انه يكون في تايمر بنفس ورقة الامتحان بعد يعني
تنازلي، لكن صراحة موجود بطرق ثانية، بس الابليكيشنز الثانيين عشان استخدمهم للكويز كانوا بحاجة اني اشتريهم شراء، ما في منهم بالفري فيرجن هاي التفاصيل. بس انا فعليا راح اكون متواصل معكم على الميتنج اثناء الامتحان نفسه، راح نكون الميتنج شغال ومفتوحة بنقدر نحكي فيها. يعني اثناء الميتنج بقدر احكي لك والله بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعه، بعد 5 دقائق، الان خلص بدي اسكر استقبال الاجابات. يعني هاي كله راح ازودكم فيها اول واول اثناء الامتحان. هلا بحكي بالنسبه للامتحان اللي تم اجراؤه بالفصل الماضي، اللي كان امتحان السكند بالفصل الماضي، فيه احنا غطينا تشابتر 5 كاسئله. تشابتر 5 تغطت بامتحان السكند الماضي. الان بقول كي سوليوشن، انت عندك الاسئله بس مش مكتوب الاجابات. انا بحكي لك الاجابات بالنسبه للامتحان السكند الماضي، كانت كل الخيارات الجواب الصحيح لها دي. هذا لا يعني ابدا انه الكويز اللي بدنا ناخده راح يكون خياراته نفس الخيار، مثلا بي معناته كلهم بي او سي كلهم سي، لا. انا بحكي انه زي الامتحان الماضي من مبدا انه ما بطلب منك الفاينل انسر، يعني المالتيبل تشويس التشويسز ما بيكونوا فاينل انسر، بيكونوا الإكويجن اللي أنت بتستخدمها عشان توجد السؤال. ما بعرف صراحة شو الأحسن. يعني طلاب الفصل الماضي انقسموا على جزئين، جزء كبير حكى أنه طريقة الامتحان الأول أفضل، وجزء كبير أيضا حكى أنه الامتحان الثاني أفضل. يعني تقريبا كانوا 50% إلى 50%، ما حدا فضل إشي على إشي. لكن أنا قناعتي انه طريقة الامتحان الثاني افضل، اللي هي انا يعني مطلوب منك فقط تعرف ايش الاكويجن اللي بتعطيك الجواب الصحيح. انا بعطيك السؤال وبعطيك بالخيارات مجموعة من الاكويجنز، انه لو استخدمت الريليشن هاي بتعطيني الجواب الصحيح، لو استخدمت الريليشن هاي بتعطيني الجواب الصحيح. اوكي، يا ريت الكل يرسل على to everyone مش privately، علشان الكل يشوف الاسئله ما اضطر اعيد السؤال مع كل واحد ببعث. هلا في اسيد بطلب انه ما يكون الخيارات كلها نفس الخيار، احسن ما الواحد يصير شك. اوكي، انا صراحه بعد ما سالت مختصين بمجال يعني القياس والتقويم وطريقه كتابه الامتحانات، نبهني انه هاي طريقه خاطئه، ما بصير اني اخلي الامتحان كامل الجواب واحد هو الجواب الحقيقي لكل الأسئلة، لذلك ما راح أعملها أكيد. يعني مش راح يكون جواب واحد هو الجواب الصحيح، أو خيار A مثلاً هو الخيار الصحيح لكل الأسئلة، هذا مش راح أعمل. أنا من الآن بحكي لكم بالضبط. أبرار بتأكد لنا برضه إنه إحنا أخذنا سؤالين من هاي الطريقة بامتحان الفيرست، في كان سؤالين انه موجود فيهم الاكويجن بس، انه شو الاكويجن اللي انا لازم استخدمها اللي بتعطيني الحل الصح. طبعا بهذا النوع من الاسئله انا بعطيكم المفتاح كيف بنحله. هذا النوع من الاسئله افضل طريقه وجدتها لحله بعد المناقشه مع طلاب الفصل الماضي، انه انت اول خطوه لازم تعملها ترسم الكاشف لو دايجرام للديتا الموجودة عندك. ثاني خطوة بتمسك الإكويجنز نفسهم وبتطبقها على الكاشف لو دايجرام اللي بيمشي معك صح ولوجيكلي ماشي صح، بالمثلا الان فاليو بالفاكتور المستخدم، معناته هي الإكويجن الصح. واللي الإكويجن اللي بتشوف انها لا شغالة غلط، يعني مثلا هون انا لازم استخدم، واضح عندي بالكاشف لو دايجرام بدي استخدم ان تكون 5 لكن الإكويجن مستخدمها 4، بعرف ان هاي الاكويجن خطا. فانت البروسيجر الصح لهيك حاله انك ترسم الكاشف لو دايجرام وتطبق عليه الخيارات، تمسك اكويجن A مثلا وتطبقها، تشوف هل هي فعليا بتعطيني ريزلت صحيحه لو طبقتها على هذا الكاشف لو دايجرام اللي رسمته. اذا معناته هي الجواب الصحيح وخلصنا.
الامتحان من 5 إلى 7 أسئلة راح يكون، بس هي بتريحك من الكالكوليشن يا ماجد. هلا انت لما يعني فعليا لما تحدد الإكويجن الصحيحة بغنيك عن انك توجد قيم الفاكتورز او تستخدم الإكويجنز او تطلعها من التابل وتستخدم الكالكوليتر وتطلع الجواب النهائي. فهي بتاخذ وقت انك بدك تجرب 4 معادلات، ممكن اول معادلة تجربها تطلع صح، هاي نقطة. النقطة الثانية انت بتوفر الجهد الخاص بالكالكوليشنز، مبدئيا ما في بونص، هم يعني راح يكون عدد العلامات على العدد على 10 علامات. لانه اللي بيحكي بالفيرست كانت مش كويسه او يعني ما شفناش كويسه وغالبا حليناها غلط واخذت مني وقت كثير، انا ما كنت معطيك هذا الكي انه كيف الطريقه الافضل لحل هذا النوع من الاسئله. الطريقه الصحيحه ارسم كاشف لو دايجرام واطبق عليهم اكويجن باي اكويجن، اشوف مين الاكويجن اللي بتشتغل صح على هذا الكاشف لو دايجرام لايجاد البي دبليو او الاف دبليو او السي سي. طيب مش مشكله، انا ان شاء الله انا بحكي هاي الطريقه افضل، لكن بالطريقه الثانيه ما عندي مشكله، انا لسه ما كتبت الاسئله، ما كتبت الامتحان. لذلك يا ريت لو حدا من الطلاب يعني الان او بعد نهايه المحاضره يحط بول على على الـ على الجروب، يعني نعمل دراسه للطلاب مين بده طريقه الحل الفاينل انسر تكون بالخيارات، ومين بده طريقه الايكويجن، والعدد الاكثر نختار طريقته بنعتمد خياره، وبيكون امتحان الكويز الاول مبدئيا على الطريقه اللي الاغلبيه بيختاروها. صراحه كون الامتحان اونلاين أنا ميال أكثر للطريقة الثانية لأنها فعلياً هي الأنسب. وحتى بعض الطلاب مثلاً ما عنده كالكوليتر، عنده يعني مثلاً صعب يفتح مثلاً صفحة القوانين وصفحة التابلز وصفحة النوت وأبصر إيش ويجمع كل هاي التفاصيل. أنت فعلياً بطريقة الامتحان السكند الفصل الماضي طريقته بكل بساطة مطلوب منك تقرأ السؤال تفهمه ترسم الكاشف لو دايجرام صح وتشوف اي اكويجن بتنطبق على هذا الدياجرام، نقطه انتهى. مش مطلوب منك كالكوليشنز، مش مطلوب منك تعرف شو هم الاكويجن اساسا، مش مطلوب منك تستخدم تيبلز، مش مطلوب منك تستخدم كالكوليتر. فهذا إشي بيريح، انا رايي، خصوصا كونه يعني اونلاين كويز، يعني انت ما معك فعليا ورقه اللي تكتب كل شيء عليها، ورقه الامتحان ويكون معك تيبلز واكويجنز كله مرفق وبنفس الوقت بسهوله توصل له. هي هاي الفكره. هسه فكره انك يعني اسيد بيحكي ليش ما انه كل واحد يرسم الكاشف لو دايجرام يكتب الاكويجن اللي هي مناسبه لايجاد الخيار المطلوب. هلا اذا بتتذكروا في نقطه احنا اشرنا لها كثير في المحاضرات انه طريقه الحل لايجاد شيء معين بالاقتصاد الهندسي ممكن تستخدم اكثر من طريقه. يعني لو كان عندك مثلا سنجل بيمنت هون وهناك ممكن تحسب اول شيء مثلا البي منهم بعدين تحسب الاي. ممكن حدا ثاني يقول لا انا بدي احسب الاف اول شيء منهم بعدين بدي احسب الايه. علشان هيك ممكن انت اذا بدك تروح اول شيء وتكتب الايكويجن الصحيحه لوحدك وبعدين تصير تقارنها بالخيارات تكون الايكويجن اللي انت كاتبها اولا صحيحه ثانيا مش موجوده بالخيارات، لانه ممكن انا اكون موجود بالخيارات ايكويجن ثانيه وهي بتوصل للحل. لذلك انا بقول انه شيك على الايكويجنز الموجوده افضل من فكره انك انت تكتب الحل وتجهز الايكويجن واخر شيء تقعد تقارن مع الايكويجنز الموجوده. هي طريقة ممكنة وغالبا راح تعطيك انه يكون واحدة من الخيارات، لكن لو ما اعطتك بدك تظل متذكر انه بالاقتصاد الهندسي احنا عندنا اكثر من طريقة. يعني بنقدر نحسب بطرق مختلفة للوصول للحل الجواب الصحيح او للوصول للإكويجن اللي بتعطيني الحل الصحيح. احنا بنعمل تصويت على الجروب، يعني هسه لو حدا من الطلاب مثلا بيقدر يحط على جروبنا التصويت
والطلاب بصوتوا اللي بده طريقة الفاينل آنسر، يعني الخيارات تكون فاينل آنسر أو إكويجن، الجواب النهائي أو المعادلة اللي أنا بحتاجها لإيجاد الجواب النهائي. دكتور الأفرع ما تكون قريبة من بعضها بالحل؟ لا، هي رح تكون مظللة وقريبة من بعضها، لأنه أنت بالنهاية بدك تكون دقيق تعرف أي إكويجن هي اللي بتعطيني الجواب الصح. طبعاً في طريقة تضمن 100% أنك اخترت الصح أو خطأ، لكنها أطول شوي، برضو بحكي لكم عنها. هاي الطريقة أنت ترسم الكاشف لو ديجرام وتستخدم الإكويجن اللي أنت بتكتبها ويطلع معك جواب، وترجع تحل الجواب على كل الإكويجنز الموجودة. بس هاي طريقة متعبة وطويلة، فهي برضو طريقة بتقدر تستخدمها. طيب يا أسيد، ما أنا عشان هيك بحكي إنه لأنه كل الأشياء اللي بتخصكو الكالكوليتر موجودة بالسكن أو كذا أو مش موجودة معكو، أنا عشان هيك بميل إنه الخيار الثاني أو طريقة الامتحان إنك تكتب بس أو تحدد مين الإكويجن الصحيحة لإيجاد الجواب، أنا بشوف إنها طريقة أفضل. وأكثر من طالب صار معلق إنه ما عندي آلة حاسبة. أنا لا أخفيكم بميل إلى الطريقة إنها أفضل، وانتو طبعا في تصويت المفروض حدا من الطلاب حطه او راح يحطه على الجروب ان شاء الله. وبرضه امتحان السكند الخاص بالفصل الماضي موجود بين ايديك، هاي عندك 14 سؤال او بالاحرى عندك 4 نماذج مختلفة تقدر تطلع عليهم وتشوف كيف طريقة الامتحان اللي انا بحكي عنها، وتقدر تختبر حالك وتشوف كيف هيك انواع من اسئلة ممكن تنحل. مدة الكويز راح تكون 30 دقيقة، نص ساعة بالضبط. يعني الكويز راح يفتح على الساعة 2 بتاريخ 8/4 على الساعة 2 بعد الظهر، وراح نكون بنفس الوقت فاتحين ميتينج زي هيك بحيث نتواصل معك، ولو حدا عنده شغلة أو صار مشكلة أو يعني أي شيء، لغاية أي شيء بكون فاتحين سيشن بهاي الطريقة، زوم ميتينج سيشن. وبس ينتهي الامتحان راح احكي للجميع الان حاول انت انهي الامتحان، بعطي مهلة دقيقة انك تنهي الامتحان، اللي اي جواب مش معبيه تعبيه وتسلم. لا، اذا كانت العلامات منيحة والامور تمام برجع اعمل كويز ثاني من 15، وغالبا هذا اللي انا بتخيل انه راح يصير ان شاء الله، بعمل كويز ثاني من 15. انا ما حبيت اعمله كلهم كويز واحد من 25 بحيث انه لو حدا صار عنده مشكلة او ما عرف يتعامل مع هاي الطريقة يعني 25 علامة كثار، بينما لما نحكي عن 10 علامات وعملنا تيست برضو على الجروب قبل هيك بحيث الطلاب يصير عندهم باك جراوند كيف آلية هذا الامتحان رح تمشي، ضروري الكل يدخل ايميله صح واسمه صح من 4 مقاطع باللغة العربية، الاسم صح من 4 مقاطع باللغة العربية والإيميل صح، لأنه النتيجة راح تجيك على إيميلك. إذا أنت مدخل إيميل خطأ مش راح توصلك النتيجة، أنا راح أبعث لك النتيجة على إيميلك. والله خلي الامتحان بسيط مش صعب، هاي صراحة يعني أنا بحكي لك عن امتحان هو open book open internet open notes open everything، فإذا بده يكون سهل ودايركت يعني مش منطقي بصف. ممتاز، هاي براءة عملت تصويت على الجروب، من الآن أي حدا بده يصوت بيقدر يصوت. وبرضه بنفس الوقت لو حدا بده يخلي حاله بعد 2-3 ساعات على بين ما يختبر حاله بالامتحان الماضي بيقدر يختبر ذلك وبعد هيك بيصوت. امتحان الكويز اللي من 10 علامات هو راح يكون بشابتر 5 فقط، الشابتر الخامس اللي المواضيع اللي موجوده فيه هي البريزنت وورث اناليسز، الفيوتشر وورث اناليسز، والسي سي اناليسز، بالاضافه للانترودكشن اللي حكيناها للاندبندنت بروجكتس والكوست بيزد والريفينيو بيزد بروجكتس، لما حكينا عن الميوتشوالي اكسكلوسيف الترناتيفز وطريقه حسابهم واعدادهم ويعني شويه تفاصيل عنهم، هاي كانت بالانترودكشن او باول سكشن بهذا الشابتر. هاي المواضيع اللي راح نغطيها بامتحاننا يوم الاربعاء ان شاء الله.
حدا عنده أي سؤال؟ لحد الآن مضى ما يزيد عن نصف ساعة من محاضرتنا، لكن مش مشكلة، اللي عنده أي سؤال أو استفسار أنا مش مشكلة، فهو أولى بنظري يعني. يعني في كويز من 10 علامات ضروري كثير يكون الكل فاهم كيف الكويز هذا رح يشتغل، كيف رح نمشي فيه، كيف رح نقدمه، كيف آلية تقديمه، أي إشي يعني بخصه. هلا في صحيح سؤال إجاني إنه يعني يا دكتور طريقة الكويز أو التست اللي عملناها على الجروب، المشكلة إنك تقدرش تنتقل إلى السؤال التالي إلا تكون حال هذا السؤال. هلا أنت باي ديفولت راح يكون عندك ورقة وقلم. السؤال اللي ما بتعرف حله كونه أنا عامل الأسئلة كلها إلزامية لازم تكون حالها، السؤال اللي ما بتعرف حله تقدر تحط أي خيار وعندك على الورقة تكتب إنه هذا السؤال أنا ما حليته، وبتقدر تكمل الأسئلة بدل ما تعمل صدمت بآخر سؤال ترجع رجوع باك على السؤال اللي أنت مش حاله أو حطيته أي خيار مش دقيق وتغير الخيار أتغير جوابك. وهذا الخيار أظن موجود بالتست 2 لما عملنا التست الثاني بالكويز، واللي ما عمل التست الثاني أنا فاتحه الآن بيقدر يعمله بأي وقت، بيقدر يطبقه ويشوف كيف آلية الانتحار راح تمشي. حطيت مجموعة من الأسئلة السهلة ماثماتيكال يعني calculations أو questions سهلين تقدر يعني تشوف كيف الامتحان راح يكون، بحيث يعني تقرأ سؤال تحاول يكون معك ورقة وقلم تحله على جنب تعرف شو الجواب تختار الجواب الصحيح تختار next تعمل submit. يعني هاي الجزئيات المطلوبة منك مبدئيا حاليا. طيب يبدو توقفت الأسئلة بعد معنا 5 دقائق أو 6 دقائق من هذا السيشن. خلينا نحكي انترودكشن صغيرة بهذا الشابتر وبنكمل إن شاء الله بالميتينج الجزء الثاني من هاي المحاضرة. شابتر 7 Rate of Return Analysis One Project. شابتر 7 رح نحكي عن ROR Analysis لOne Project، وبشابتر 8 رح نحكي عن Many Projects لما نعمل Comparison between different projects. Chapter 7 هو بتكون من 4 sections. اليوم راح نغطي أول section وممكن نوصل الثاني ونغطي أو لا. أنا كنت محضر أول 2 sections نغطيهم اليوم، لكن يبدو من النقاش اللي دار بيننا لحد الآن ما راح أقدر أغطيه، فقد ما بنغطي منه بنكمل في المحاضرات القادمة لا بأس. ROR is a well-accepted way of determining if the project are investment or investment is economically acceptable. شو الفكرة؟ لاحظوا بشابترز 5 and 6 لما عملنا BW analysis, CC analysis, FW analysis و AW analysis بشابتر 6 كنا بنعتمد انها الانترست ريت اللي بدي استخدمها لإيجاد هاي الاستيميتس هي عبارة عن الـ MAR. الآن فعلياً Chapter 7 و Chapter 8 بيعتبر الـ Interest Rate هي الـ Unknown Variable، هي الجزء المجهول وهو الإشي اللي أنا لازم أحسبه وأعرف كم قيمته. إذن هاي أول فكرة لازم نضل منتبهين لها بـ Chapters 7 و 8، إنه إحنا بالمواضيع الماضية بآخر 2 Chapters اللي هما Chapter 5 و Chapter 6 كنا نستخدم I على إنها نفسها الـ MAR. الآن لا، الوضع اختلف. الآن فعلياً Rate of Return Analysis هو الـ I Analysis، يعني أنا اللي بدي أحسبه هو قيمة I. لذلك ما راح نستخدم بـ Chapter 7 و Chapter 8 الـ MAR على إنها هي I. I إحنا بدنا نستخدمها، ولازم قيمة I اللي بدي أحسبها من هون وطالع تكون قيمتها أكبر أو تساوي MAR علشان نعتبر هذا الالترناتيف إنه viable أو acceptable economically. The ROR is known by other names such as the internal rate of return IROR, which is the technically correct term, and rate on investment. إذن ROR ممكن ندلل عليها باختصار ثاني وهو IROR، أو ممكن نستخدم ROI، وهي الثلاث
terms بدلوا على نفس الترم اللي هو R أو R اللي احنا بنحكي عنه خلال هذا الشابتر والذي يلي. Section 1 Interpretation of a rate of return value. قاعد بيوضح لي لما نحكي rate of return شو يعني. ROR is the rate paid on the unpaid balance of borrowed money or the rate earned on the unrecovered balance of an investment so that the final payment or receipt brings the balance to exactly zero with interest considered. باختصار لو أعطيتك سؤال الـ I هي المجهولة وطلبت منك تحسبها اللي هي الـ ROR وفعليا احنا راح نسميها I star لقدام الـ ROR اللي بدنا نحسبها المطلوبة راح نسميها لقدام بالشابتر 7 و 8 I star I star اللي بدنا نوجدها بكل بساطة لو بدنا نستخدم PW بحسب الـ PW equivalent لكل الكاش فلوز الموجودة وبساويها بالصفر يعني لازم تكون الـ PW equivalent equals to zero وعند هاي البوينت بحسب I بتصفي معادلة بساويها بالصفر وبحسب I طبعاً كونها I هي إشي موجود جوا فاكتور فشوي رح يكون الموضوع يعني شوي بيغلب وفعلياً من تجربتي يعني chapter 7 و chapter 8 هم أصعب بكثير وبدهم تركيز وانتباه واهتمام من الطالب أعلى بكثير من chapter 5 و 6 فبدنا يعني نعطيهم جهد إضافي حتى نفهمهم منيح الكتاب عندك البروبلمز عندك النوتس عندك الشرح اللي بنعمله عندك الفيديوهات الريكوردد موجودة عندك استعين بأي مصدر بحيث افهمهم منيح لأنه شوي بيخربطوا يعني إذا ما كنت فاهمهم منيح The numerical value of I can range from negative 100 up to infinity إذن القيم اللي ممكن تطلع معي كقيمة لـ I star تتراوح من الـ negative 100% لعند الـ infinity إذن I اللي بدنا نحسبها ممكن يطلع عندي negative value نعم ممكن positive ممكن infinity ممكن توصل للـ infinity وهون ببين لي الحالة اللي بتكون فيها negative 100% باختصار أي project أنت بتدفع فيه مصاري وما برجع لك ولا قرش منه يعني زي لما تفتح بروجكت ويخسر بالكامل وما تقدرش تستفيد منه ولا إشي أو يعني مثلا تفتح مصنع ويحترق كامل أنت شو استفدت هون ولا إشي خسارتك 100% أو الانترست ريت هي نيجاتيف 100% means the entire amount is lost الآن بدنا ننهي هاي السيشن ونفتح السيشن الثاني إن شاء الله ونبدأ فيها خلال 5 دقائق بإذن الله خليكم معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته